السلام عليكم. اهلا يا مدام بدريه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ثواني وهفضل حضرتك حالا. خد راحتك يا اخويا. 9 كمان ده 10. نيجي على ده بقى. ده بقى المهم يا استاذ، ونخلي بالنا منه قوي يا استاذ فضيله لو سمحت. ايه يا استاذ عصام؟ هو انا عمري ما شلت خواتم غاليه؟ ده انا طول عمري بشيل الحاجات الغاليه جدا. تسمح ثواني يا استاذ بالنبي؟ اتفضلي يا هاني. الله، هو ده ابو خمس قراريط؟ هو ده 5 قراريط الماس حر يا مدام. ده تحفه. ايه رايك؟ ده يخلي الصوابع تتكلم. بقول لك ايه، مش ده اللي اتكلمتني عنه؟ مظبوط، هو ده اللي اتكلمنا عليه. خلاص اعتبره بتاعي، انا اشتريته. خلاص ازاي؟ خلاص ازاي يا مدام؟ ما ينفعش. مدام تهاني لو عرفت تبقى مشكله كبيره. وهي مدام تهاني لسه شافت الخاتم؟ هو مش برضو يا اخويا حضرتك واخد لها الحاجات دي عشان تفرجهم لها؟ ايوه. اعتبر ان الخاتم ده ما كانش موجود من الاصل. عموني مدام بدريه سيبيه يروح بيهم، وكده كده اعتبر الخاتم بتاعك. الله، طب وافرض شافته وعجبها واخدته؟ هجيب لك احسن منه يا ست الكوري. بس انا مش عايزه اللي احسن منه، انا عايزه ده. كرهي يا مدام، هي عافيه ولا ايه؟ هو انا عشان ذوق معاكي هسوق فيها ولا ايه؟ جرايه يا راجلين، انت بتكلمني كده ليه؟ هو ده كلام، والخاتم هيروح لمدام تهاني؟ يعني هيروح لمدام تهاني؟ اهدى بس يا استاذ فضالي، روح هنحله بس بهدوء، موضوع بسيط. يا استاذ عصام بدل ما تقول لي اهدى، قول لها هي يكون عندها شويه ذوق وشويه دم. لا لا ما تغلطش، ولا كلمه واحده وهتلاقي الجزمه فوق دماغك. جزمه الفضالي؟ جزمه على دماغك ودماغ اللي ربوكي كمان. طب هو بقى عشان تبقى تشرب. هو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي دلوقتي حالا. الله، ما هو لازم يعرف ان ورايا رجاله. ضربت الراجل في المحل يا بدريه؟ طب هو فين دلوقتي؟ معرفش، سبته في المحل ومشيت. لا اله الا الله، ما تزعليش مني يا بدريه، غلط قوي انك تعملي كده معاه. غلط بقى ولا مش غلط، اهو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي. هيجيلي يعني؟ هيجيلي طبعا، حقك لازم يجيلي، وحتى لو غلطانه ما ينفعش راجل يمد ايده على واحده ست. يا احمد، طب والخواتم؟ الخاتم فين يا بدريه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يقعدوا عاملينك في الخناقه وانت بتعرف تمنهم. احنا فيه ولا فيه دلوقتي يا فتحي؟ بس دكتور، ما تعرفش يا سيدي، الناس هتسمع صوت نمر على الباب. لا اله الا الله. اهلا يا باشا، اهلا وسهلا. نمر يا فندم. مش ده برضه منزل بدريه عرفان؟ ايوه يا فندم. هو هي فين؟ مش موجوده في الحقيقه، يعني في مشوار كده. طب احنا عايزينها في الاسم. خير يا حضرتك، تسال على بدريه ليه؟ في محضر معمول ضدها، ضربت واحد وهيحتاج علاج اكتر من 21 يوم. 21 يوم؟ طب انا معاكم، انا جوزها ابو عيالها. احنا عايزينها هي اللي تيجي معانا. هي مش موجوده دلوقتي، مش موجوده في البيت. انا هسيب خبر اول ما تيجي هتجيلنا على طول. ها احمد حصني، اتفضل يا باشا. اتفضل يا محمد. نعم. اول ما تيجي مرات الحاجه هاتها وتعالى لنا على القسم على طول ان شاء الله. بصراحه حاولت معاه بس هو راكب دماغه برضه. مدام بدريه زودتها قوي الحقيقه. ما انا عارف انها حمائيه، بس عصام بيه ضروري تشوف لنا اي حل معاه. ما هو المشكله انه راكب راس ومستقوي، اصل ده سكرتير المحافظ، وكان واخد الخواتم دي لمرات المحافظ. يا نهار ابوك اسود، المحافظ ومرات المحافظ؟ يعني بدريه راحت في ده يا احمد؟ نهارنا اسود النهارده. لا لا لا، اسود ولا حاجه، نهارنا زي الفل يا حجيجه. انت قلت لي اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ فضالي. لو سمحت والله يا حضره الضابط، بعد اذن حضرتك لو ممكن تسمح لي بس اكلم الاستاذ فضالي كلمتين بس على جنب. والله دي حاجه ترجع للاستاذ فضالي. فضالي اللي اتضرب واتبهدل النهارده. انا لا هقول كلمه ولا كلمتين، انا هاخد حقي بالقانون. طيب مين اللي قال لحضرتك ان احنا مش هندي لك حقك؟ احنا هندي لك حقك، بس عايزين نتكلم معاك كلمتين انا والحاجه على جنب بعد اذنك لو سمحت. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل. على مهلك، على مهلك، الله يكرمك، على مهلك، الله يكرمك. ألف سلام عليك يا سعادة الباشا. ألف سلام. أنتوا عايزين إيه؟ ولا أي حاجة، إحنا عايزين نتعرف يا سيدي، عايزين نتعرف يا سيدي. أعرفك بالحاج فتحي أخويا الكبير وزوج مدام بدرية. زين ما اخترت يا أخويا. أكرمك الله يا فندم، وأنا الحاج أحمد، أحمد توفيق. إحنا تجار كبار ولينا وزننا في السوق. أنا مالي إذا كنتوا تجار كبار ولا صغيرين؟ إهدى، إهدى، بص راسك. إهدى. سايق عليك النبي تهدى، احنا عايزين نرضيك ونجيب لك حقك لغايه عندك، بعيد عن الاقسام والكلام الفاضي ده. وبعدين بدريه يرضيك يعني انها تيجي وتتبهدل هنا في الاقسام؟ احنا عمرنا ما دخلنا اسم. لازم تتبهدل عشان تعرف ان هي مدت ايدها على الاستاذ فضالي. تعرف ازاي يا فندم؟ تعرف ازاي؟
ده انا لما عرفت ما صدقتش ان ده حصل مع حضرتك. لا اله الا الله، يحصل معاك انت 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 فضالي بيه، انت يلي سمعتك سبقاك. ها وانت تعرفني منين بقى عشان تعرف ان سمعتي سبقاني؟ اعرفك منين ازاي بقى؟ لا اله الا الله، وهل يخفى القمر؟ طب بعد اذنك حاج فتحي، اتفضل. انت عارف بقى ان هم بيقولوا ان سياده المحافظ ما بيعرفش يعمل اي حاجه الا باستشارتك. صح، قول الكلام ده لمرات اخوك. هنقول لها سعاده الباشا، هنقول لها. انت ما بتعرفش احنا هنعمل فيها ايه. انا شخصيا هديها بالجزمه. اه والله، وهجيب لك حقك لغايه عندي. لا كمان بقى سعادتك بقى، وده من عندنا بقى، الخاتم اللي انت كنت عاوزه اعتبره موجود للهانم ومن غير ما تدفع ولا مليم. ازاي يعني؟ ازاي يعني يا سيدي؟ اسمع اللي بقول لك عليه واكتر كمان، اللي انت عايزه هنعمله لك. والله العظيم ما هتندم يا استاذ فضالي، وهتبقى اشتريتنا بذوقك وكرم اخلاقك. والله ما هتندم، ده احنا رجاله 10 على 10. بص بقى، هتبقى اشتريت رجاله ومش اي رجاله، بس تنازل الاول عن المحضر. لا مش هتنازل على المحضر، اركن المحضر عند الضابط لحد ما اعرف هتدوني حق ازاي. يعني ايه حقيقة؟ ابوس دماغ مين؟ ده انا لو شفته تاني هديله بالجزمة على دماغه. يا بدرية، ابوس دماغك انا، ابوس دماغك انا، لم الموضوع. هتروحي في حديد، ده سكرتير المحافظ. سكرتير المحافظ على نفسه يا حبيبي، مش عليا. يا بدرية، المحضر لو مش رسمي يا بدرية، شايف الغواش اللي في ايدك دي؟ بدل الغواش دي هتلبسي الكلبشات، وانا مش هعرف اعمل حاجة. انت مش هتعرف، انا بقى هعرف، وبدل المحامي هقوم 10. طب عشان خاطر يا بدرية، ابوس ايدك، ما تصغرنيش قدام الراجل. انا قلت له ان انت هتبوسي دماغه ونخلص الموضوع. والله لو حلفتني على الميه هتجبد، ما هنفذ اللي في دماغي. وهو اللي يجي لي لحد عندي ويتاسف لي ويبوس دماغي ورجلي كمان. ويبوس دماغك ويبوس رجلك باماره ايه يا بدريه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب لو قلت لك يا بدريه ان في مصلحه جامده قوي مع المحافظ، واحنا عايزين نطوي الراجل ده تحت بطنا عشان يخلص لنا المصلحه، يبقى اقول لك ايه؟ اقول ماليش دعوه غير بكرامتي، انا كرامتي عندي بالدنيا وما فيها. طب لو قلت لك ان المصلحه دي بملايين الملايين، وان هيجي من وراها رزق كبير قوي يسد عين الشمس، يبقى اقول لك ايه؟ اعرف ايه هي المصلحه الاول، واعرف مصلحتي في المصلحه عشان اشوف اذا كنت حبوس دماغه ولا حنسل كعب جزمتي على دماغه. لو كان كده ماشي خلاص، انا هخلص لك موضوع الارض ده، بس ليا شرط، 10% من الارض ومن اي حاجه تتعمل عليها. 10%؟ ماشي، بس يكون في علمك هتدفعي نصيبك زيك زينا. هدفع 5% بس، ونصيبي هيبقى 10. تعجبيني، شاطره. اقوم بقى اكلم الراجل وروح نقابله. راجل مين اللي اتكلمه؟ فضالي، الراجل اللي انت ضربتيه في محل الجواهرجي. نروح نبص على دماغه ونصالحه. انا مش هبص على دماغ حد يا حبيبي. يبقى كده يا بدريه المصلحه مش هتتم، وحته الارض اللي عيني هتطلع عليها مش هشوفها. مالكش انت دعوه يا فتحي، الارض اللي انت عايزها هجيبها لك، وانا ليا نصيبي في الارض. يا ستي ماشي، انا من ايدك دي لايدك دي، بس قولي لي ازاي هناخد الارض من غير ما نصالح الراجل. حاضر يا حاج. ما تقوليش حاجه دي تاني. حاضر يا ست الحاج. الله، مش هبصيك يا مدام بدريه، مش عايز مشاكل معاهم عشان خاطري، ربنا يكرمك. ادي عصام لما تقول كده، انا مش جاي اعمل مشاكل، بالعكس انا جاي احل المشاكل، بس المهم ما تكدبنيش ابدا مهما حصل. ماشي ماشي، اتفضلي. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا يا عصام. ازيك تاني؟ يعني ازيك يا عصام؟ ازيك مدام بدريه؟ تهاني هانم. هانم ايه بس؟ قول ست الهوانم، ست الستات كلهم. والله انا لو اعرف ان فضالي ده هيبقى السبب في الشوفه الحلوه دي كنت ضربته من زمان. يا اهلا وسهلا مدام بدريه، اتفضلي حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا عصام. اتفضلي. اول حاجه وقبل ما نقول نص كلمه، الخاتم ده بتاع حضرتك، وقعد مع عيالي ما هو راجع، واعتبري فلوسه وصلت. مش قوي كده، واحدة واحدة. تشربوا ايه في الاول؟ لا لا شكرا كتر خيرك، متشكر جدا. انا مش هشرب حاجة، انا كفاية عندي شفتك. بس عايز اقول لحضرتك على حاجة، فضالي ده وجهه مش حلوة للأدب والجمال والذوق ده كله. مرسي. ده بيهدد الناس بحضرتك وبسيادة المحافظ، عاملكوا السيوف شايلها بايده بيضرب بيها خلق الله، وهو ده اللي خلاني اخرج عن شعوري. ولو انا كدابة عصام يكدبني. انا بكدب يا عصام؟ لا العفو يا مدام مدرية، تكذبي ازاي؟ العفو. انا عارفة ومتأكدة تماما من اللي انت بتقوليه ده،
ويا ما لفت نظر نجيب للحكاية دي. نجيب مين حضرتك؟ ده سيادة المحافظة مدام بدرية. نجيب بيه؟ لا مؤاخذة، أصل أنا بصراحة من ساعة ما شفتك وأنا اتلخبطت كده، يعني اسم الله عليكي ليكي هبة وطلة كده. ميرسي يا مدام بدرية، بس عشان خاطري سامحي فضالي ده. أنا عن نفسي مسامحاه، ده أنا عايزة أشكره كمان إنه كان السبب إني اتعرفت على حضرتك. ميرسي خالص يا مدام بدرية. هو حضرتك بتشتغلي ولا ربة بيت؟ الاتنين. ما شاء الله، ده انا صدقيني بالرغم ان انا عندي 3 شغالات الا اني قعدت من الشغل. بصراحه حلاوه والشياكه والجمال ده كله خساره في الشغل. انت تقعدي معززه مكرمه واللي عايزاه كله يتعمل لك. بس والله زهقت حتى من قعده البيت والخروجات للنادي والجمعيات الخيريه. واضح من لبس حضرتك ان ذوقك عالي قوي. ايه رايك بقى ان انا ممكن اخليكي تشتغلي وانت ما بتشتغليش؟ فزوره دي، مش فاهمه حاجه. اصل انا بشتغل في اللبس وببني مصنع دلوقتي كبير قوي، وكنت محتاجة يعني حد ذوقه عالي زي حضرتك كده. ديزاينر يعني؟ دي قياسة الكل. ديزاينر؟ أيوة، اللي تشوفيه كله ماشي يا قمر. حلاوتك يا بدارة، حلاوتك حلاوتك. أول مرة تقولي يا بدارة، دي من سنين. بدارة ونص كمان، بدر البدور المدور المنور. لأنت النهاردة عملت أحلى واجب مع ولاد توفيق. بس انا ما رضيتش اجيب لها سيره عن موضوع الارض ده، قلت نتقل شويه، بلاش كله يبقى ورا بعض ورا بعض، لا الست تقلق وتطير من ايدينا. عين العقل. بس انا عايزك بقى تعمل لها زياره تانية، عشان تخلصي لي مصلحه الارض اللي قلت لك عليها. ده انا رتبت لكم حاجه عمرها ما كانت هتخطر على بالكم. حاجه ايه يا بداره؟ اشجيلي مفاجاتك الحلوه، كلمي يا حبيبتي. هخليكم تستفردوا بالراجل في اخر الدنيا وتخلصوا مصالحكم معاه. اخر الدنيا دي يعني فين؟ انا عرفت منها انه غاوي يروح يصطاد في وادي الريان، قلت لها بس ده هي دي غيه جوزي، وقلت لها ان انت هتوضى برحله للبيل محافظ ما حصلتش. بس انا ما بعرفش اصطاد يا بدريه، ده انا عمري ما رحت وادي الريان. وانت هتغلب يا فتحي، ما تتصرف يا اخويا ولا الفرصه تضيع مننا. تضيع مننا ده ايه؟ طب يكون في علمك انا صياد ماهر قناص مولود ومتربي في وادي الريان. هل تضيع مننا؟